التلاجة لو بتنقط ميه على الرفوف كده الصرف مسدود، اكيد الصرف مسدود. بنفتح ونشيل اي تلج سده، طبعا بيكون مسدود من التلج وبقايا الاكل او حاجه دخلت في الصرف سدته. بنشيل التلج بالشكل ده ونسيحه، وبعدين بنجيب سلكه وننضف كويس جدا. فتحه التصريف بتبقى واضحه مننا لو قربنا منها كده، سلكت معانا والميه عملت نزلت. بعدين نحط ميه تانية، يفضل تكون دافيه علشان تشيل كل الرواسب وتنزلها، ونتاكد ان نزلت في حوض التبخير من تحت، وكده الصرف بيكون اتسلم.